متمشيه بشكل متكامل مع خطه الدوله لزياده نسبه انتاج الكهرباء من الطاقات المستدامه، من الطاقات المتجدده، اما للاستخدامات الداخليه، يعني استخدامات الكهرباء اللي طالعه من المحطات الطاقه المتجدده، او استخدامها في انتاج الهيدروجين، وبالتالي عشان الطاقه المتجدده هي الكهرباء هي اللي استخدمت لانتاج هذا الهيدروجين، فبيسمى بالهيدروجين الاخضر. احنا عندنا ما يزيد على 28.5 جيجا وات او 28500 جيجا وات من مشاريع الطاقه المتجدده المخطط لها. بس عشان حضرتك تعرفي اللي موجود عندنا حاليا 6000 ميجا وات، واحنا هنطمع ان شاء الله ان هذا الرقم يزداد ب 28500 ميجا وات لانتاج الكهرباء من الطاقه المتجدده، وجزء كبير منه هيستعمل في انتاج الهيدروجين الاخضر. الهيدروجين الاخضر اللي هينتج في هذا المجال هيتم استخدامه داخليا في بعض الصناعات زي بعض صناعات الحديد وصناعات الاسمنت، بالاضافه الى ان هو هيستخدم في انتاج الاسمده، وبرضه ساعتها تعتبر اسمده خضراء، بالاضافه الى استخدام الهيدروجين بشكل مباشر كوقود بيحل تدريجيا او يتكامل مع استخداماتنا للغاز الطبيعي. اضافه الى هذا هيتم تصدير الفائض من الهيدروجين الاخضر الى يا اما بشكل آلي او بشكل سائل الى كثير من الدول، منها دول في جنوب شرق اسيا، اليابان وكوريا، وبالاضافه الى اوروبا اللي هي تمثل لنا سوق واعد جدا جدا لانتاج لاستخدامات او لشراء الهيدروجين الاخضر. الاستخدامات دي بنبص على اتفاقيات طويله الاجل، بنتكلم على اتفاقيات قد تصل الى 25 سنه لتوريد الهيدروجين الاخضر الى القارة الأوروبية وبالإضافة إلى جنوب شرق. إحنا دكتور مش بس بنتكلم عن إنها الهيدروجين الأخضر مفتاح إزالة الكربون، لكن إن إحنا عندنا أسواق واعدة أو إن ده كمان المستقبل، ويمكن إحنا شفنا السوق الأوروبي أو أوروبا وكتير من الدول اللي كان عندها معاناة في موضوع الوقود بعد حرب الروسية الأوكرانية، وكان التفكير لاتجاهات تبقى تكون بديلة أو مختلفة. ده صحيح، ده شاشة السوق الأوروبية للطاقة، يعني السوق الأوروبي باعتماده على الغاز الطبيعي اللي كان جاي من روسيا بشكل أساسي، فهو كان يعني بين هذه الهشاشة عندما حصل اختلاف ما بين الدول وتم تفجير خط الأنابيب اللي ما بين روسيا وأوروبا، فده بين هشاشة هذا الموضوع، وبالتالي أوروبا بتدور على استمرارية وتنوع المصادر. فاحنا كبلاد فيها طاقات متجدده ممكن ان احنا ننتج الهيدروجين الاخضر بكثافه عاليه وبكميات عاليه. صحيح. ومش بس احنا، كل شمال افريقيا ونقدر نستثمر ده طبعا. هذه الدول ممكن ان تتكامل في توريد الهيدروجين الاخضر الاخضر، انما طبعا مصر من ناحيه اساسيه، لان وفرة الطاقة المتجددة من طاقة شمسية وطاقة رياح تضمن لنا بشبه مستمر على مدى ال 24 ساعة ان يمكن انتاج هذا الهيدروجين الاخضر اللي اوروبا بتدور عليه.